مانشستر سيتي حتى نكتشف سويا الغيابات المؤثرة التي سيعاني منها غوارديولا. إذن مثل ما ستشاهدون أو سيلعب غوارديولا خطة 3-2-4-1. إيدرسون في حراسة المرمى، دياس، ستونز وأكانجي في الدفاع، لويس ورودري في خط الوسط، ثم رباعي الهجوم أو رباعي الوسط سميه ما شئت، الجناحان سيلفا وغريليش، وخلف المهاجم هالاند سنجد ملك التمرير في البريمير ليج كيفن دي بروين، وفيل فودن أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم. أسماء وزنة ورنانة وخطيرة في الخط الأمامي لمانشستر سيتي، ولكن يبدو أن الخط الخلفي سيعاني. تشكيلة قوية محمد، نشوفوا هادو اللاعبين كلهم لاعبين أساسيين، نظرا لأن غوارديولا عنده تعداد ثري ودائما ما يقوم بعملية تدوير. هنا تشوف النوادي الكبيرة محمد اللي تلعب على كل جبهات، سواء كأس رابطة أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو الكؤوس الإنجليزية الموجودة في إنجلترا. هنا تشوف لما يكون عندك تعداد ثري عندك الاختيار، عندك مرونة يعني في اختيار لاعبين اللي انت تحبهم في الطريقه المنتهجه من طرفك. المدرب غوارديولا نشوفه هنا ما عدا لويس اللي سجل في المباراه الاخيره ضد كريستال بالاس، يندمج في التشكيله الاساسيه ولاعب ممتاز، لاعب يعني صغير في السن، لاعب اللي يعطي اضافه في وسط الميدان ويقدر يتحول كظهير ايمن. حتى ستونس ودياز وكانجي يقوم لويس 19 سنه فقط، صغير محمد، وسجل الهدف في المباراه الفارطه. دي بروين ايضا سجل هدفين والهدف الاول كان بطريقه جد رائعه. فودان كيف استطاع هذا اللاعب ريكو لويس ان يحجز مكانه اساسيه في تشكيله الموسم الماضي محمد؟ لما والكر كان يمر بفتره فراغ في وقت ما كاش يعني في اعز عطاء والكر، اعطى الثقه لهذا اللاعب ريكو لويس وأظهر إمكانيات كبيرة. لاعب سريع، لاعب 1.69 فقط ميدو، 19 سنة، أساسي في مانشستر سيتي. نعم أساسي، يلعب منذ موسمين حسين في مانشستر سيتي أساسي بسبب غيابات. لو تواجد والكر وآكي كنا ممكن نشوفوا ستونز آكي رفقة أكانجي، ويروح والكر على الجهة اليمنى وستونز هو اللي يصعد. نعم ستونز هو اللي يظهر يصعد لوسط الميدان، لكن ريكو لويس مهمته انه يكون مع ستونز في بناء الهجمات مع رودري في بناء الهجمات بالنسبه لسيتي، ويعود كظهير ايمن لما يفقد السيتي الكره ويعود الدفاع. من الافضل في مانشستر سيتي هذا الموسم امين، رودري ام فودن؟ شوف رودري يلعب في منصب خفي، وما يفعله في الفريق امر مهم ومهم جدا، دائما في غياب رودري يعاني فريق مانشستر سيتي. في المقابل فودن يلعب في منصب يكون التركيز أكثر عليه، هو ثمار هذا المنصب تكون أكثر بروزا لأنه يسجل أهداف ويقدم تمريرات حاسمة. رودري هذا الموسم على ما أعتقد سجل 21 هدف أو 22 هدف إلى غاية الآن، هذا رقم كبير جدا بالنسبة لي في الفودن. لا في فودن فودن رودري سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. نعم مساهم في 14 هدف، قلت لك في المقابل فودن مسجل 20-21-22 هدف. نعم. في البريمير ليج هذا الموسم يتألق كثيرا، سجل 3 أهداف مؤخرا، كان حاسم في المباراة 14 هدف و7 تمريرات حاسمة في البريمير ليج. نعم مساهم يعني في 21 هدف. نعم. لذلك أعتقد أنه رودري، أنا لو الأمر يعود إلي أفضل غياب فودن على غياب رودري. فودن لما يغيب عندك الحلول الأخرى، لكن رودري إلى غاية الآن في كل مرة يغيب عن مانشستر سيتي إلا ويواجه غوارديولا الكثير من أيضا المشاكل. عاد بقوة سجل هدفين في مواجهة كريستال بالاس، يبدو أن مانشستر سيتي متجهز في الأمام لمواجهة الريال، ولكن المشاكل ستكون في الخلف. دي بروين لاعب مهم في تشكيلة فريق مانشستر سيتي، اللاعب اللي دائما ما يعطي الإضافة في الوسط الهجومي، لأن ما يخفى لكش أن اللاعب هالاند
دائما ما يحتاج لاعبين مثل دي برين او برناردو سيلفا، هادو لاعبين اللي يمشيوا الكره ويلحقوها للامام، لاننا عارفوا ان من الناحيه التقنيه اللاعب هالاند ليس بلاعب البارع، لكن لاعب داخل 18 متر دائما قناص، دائما ما يسجل اهداف. حتى في المباراه الاخيره هذه سجل هالاند هدف واحد. هالاند سيكون في مواجهه روديغار، روديغار الذي قال قبل هذه المواجهه لا يمكن لاي فريق ان يقارن بريال مدريد، وقال باني جاهز لايقاف هالاند. جاهز روديغار، لاعب شرس، لا محور دفاع في مستوى جد عالي، أظهر على إمكانية جد كبيرة في فريق ريال مدريد. حتى وإن شفنا الموسم الماضي البداية تاعه كانت صعبة نوعا ما في فريق ريال مدريد، لم يتأقلم بالشيء الجيد وبالأمر السريع، لكن سرعان ما حكم زمام الأمور ولعب عدد من المباريات عرف كيفاش يعني ينبوزي روحه في فريق ريال مدريد، وأعطالهم الفائدة وأعطالهم الأشياء الزائدة في وسط دفاع فريق ريال مدريد. وحتى لما تكلمت محمد مع أمين على فودان ورودري، فودان محمد يلعب في الهجوم، رودري يلعب كوسط ميدان دفاعي، رودري راهو يعطي الإضافة، لاعب ليزيد الإضافة العددية في الهجوم. أنا نفضل فودان، فودان اللي هو راهو يسجل في الأهداف، لاعب يلعب في الهجوم، يلعب كوسط ميدان هجومي ويلعب على الأجنحة ويقدر يلعب كرأس حربة. نعم. فودان لاعب اللي يسحقه فريق مانشستر سيتي خاصة. نعم. في الآونة الحالية. أمين، كيف يمكن لأنشيلوتي أن يستغل هذا الاختلال في تشكيلة مانشستر سيتي، عدم توازن بين الدفاع والهجوم؟ سيلعب منقوص من ثلث لاعبين في الدفاع، نتحدث عن خط دفاع متكون من ستونز، دياس، وأكانجي، سيواجههم رودريغو، فينيسيوس، وبيلينغهام. انت تشوف عدم توازن محمد، حتى الثلاثي الآخر الذي سيشارك هو ثلاثي أساسي، ولو أنه ستونز سيعود مجددا إلى مركزه الأصلي في الدفاع بعدما أصبح يلعب في وسط الميدان هذا، يعني الغيابات الأخرى غير مؤثرة؟ لا مؤثرة محمد، ولكن اللاعبون الموجودون أيضا ذو قيمة كبيرة، أكانجي لاعب رائع، دياش لا حاجة للحديث عن هذا اللاعب، ستونز ربما الثغرة ستكون من جهة ستونز لأنه سيكون على الجهة اليمنى، يعني سيكون وجها لوجه طيلة المباراة مع فينيسيوس. كيف سيكون تعامل ستونز مع فينيسيوس الذي يعتبر ربما واحد من أحسن الأجنحة في العالم حاليا، واحد من أسرع الأجنحة في العالم حاليا؟ ستونز لا يملك سرعة كايل ووكر ولا يملك مهارة كايل ووكر، هذا أمر. الثاني وأنه لا يلعب في الدفاع هذا الموسم، يلعب في وسط الميدان، يعني في منصب مغاير، كيف سيتكيف ستونز مع هذا المنصب مجددا، وهل سيكون في المستوى أمام فينيسيوس؟ لأنك مباشرة فينيسيوس بعد العودة إلى الدفاع، في نعم بعد العودة إلى الدفاع أول مواجهة ستكون أمام فينيسيوس، هذا أمر صعب وصعب جدا، خصوصا أنه سيكون هناك لاعب آخر اسمه بيلينغهام ولاعب آخر متألق اسمه رودريغو. نعم، أعطينا صورة فينيسيوس مطلوب في نادي باريس سان جيرمان، الخليفي ربما يريد الثأر من غريمه فلورنتينو بيراس الذي أخذ منه بشكل شبه رسمي اللاعب مبابي. باريس سان جيرمان يجهز 200 مليون يورو لضم فينيسيوس، لكن البرازيلي لا يستمع إلى العروض مطلقا. ميدو، ما رأيك في هذا العرض وفي توقيت العرض، وهل يمكن أن نرى فينيسيوس بقميص ألوان بي اس جي؟ لا، ربما الهدف من العرض هو محاولة الرد على قرب توقيع مبابي، الإعلان الرسمي عن توقيع مبابي مع نادي باريس سان جيرمان. رحيل مبابي بعد رحيل ميسي ونيمار اللي كانوا رحلوا الموسم الماضي، يعني تقريبا نهاية عهد النجوم الأسماء الرنانة في نادي العاصمة الفرنسية باريس. بعدها أعتقد بأنه سيأتي الدور، ربما يريدون البحث عن نجم لتعويض مبابي ويريدون يعني